ما الذي يفترض أن يغار عليه الشخص؟ على ما له قيمة عندي. ربما لا يغار الإنسان على زوجته لأنها ليست ذا قيمة عنده، لا لأنه ديوث كما يقولون، ليست ذا قيمة عنده، لا تعني له. بل بعض الناس قد يصل إلى مرحلة بعيدا عن الغيرة أن عنده تلذذ جنسي أن زوجته تخونه، أنها تكلم ويعرف أنها تكلم. بل بعضهم لا يصل يا سيدي إلى لذة الجماع، هزة الجماع، إلا إذا استشعر أن زوجته تخونه في تلك اللحظة. ذلك الاستشعار يرفع الشهوة الجنسية أيما ارتفاع. أقرأ في عينيك استغراب يا سيدي، أنقل لك العلم، لا أنقل لك حالات نادرة، لا أقول كثيرة، إنما هي أكاد أقول أنها قليلة. ليست في بلد معين أو في منطقة معينة، بل في العالم أجمع يوجد هذا. أيوجد عندنا؟ يوجد في كل مكان. ما النسب؟ لا يمكن أن تقررها، لأن هذه الأمور لا يعبر عنها الناس إلا في جلسات خاصة مع مختص يثقون فيه، ولهذه الأمور شيء علاجي. بعض النساء تأتي إلى العيادة تسعى تشتكي: زوجي لا يجد اللذة معي حتى يشعر أني لي علاقة بغيره. ينتشي أي من تشاء، أهو ديوث؟ أقول لها لا. بعض الناس إذا طلب هذه الأمور على طول وقته هذا له وصف، وإذا طلبها أثناء الجماع وخارج الجماع لا يريدها ويرفضها فهذا له وصف. بس وش الرابط بروف بينها وبين الغيرة، هذه النشوة؟ ما لها علاقة بالغيرة. هذه حالة قد يصف بعض الناس أن ما عنده غيرة، هذه حالة مرضية مرتبطة بالخيالات الجنسية التي رآها أثناء العادة السرية من خلال أفلام الفيديو التي يراها. هل تعتبر بديلا لمشاعر الغيرة؟ لا، ليست بديلا لمشاعر الغيرة. بل بعض النساء تقول: زوجي ما هو غيور. ومن هنا أنا سردتها وذكرتها لأن المعنى العكسي للغيرة. أثناء العادة السرية يرى أفلام معينة، هل أفلام ذي لا ينتشي إلا برؤية مثلها؟ إن لم يستطع أن يراها على أرض الواقع مباشرة أمامه فإنه يطلب من زوجته التخيل. وتحدث أيضا عند النساء: من أغرقنا في العادة السرية، وهذا ليس رفضا للعادة السرية وإنما أناقش خطأ استخدامها، وإلا فاستخدامها ناقشناه سابقا.